قناة ظل دين الإسلام يقدم إليكم تفسير القرآن الكريم فضيلة الشيخ آدم تولا إيجاد آيان دين إسلام كان اسم بيسو تفسير هيك القرآن كان شيخ آدم تولا ربين رحمة حقوف ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه أدركوني شابولا ملكا ملكا دبوني وجعلناه رجلا نوبولا شكرا ما يكون ملائكة شوالا دوجيانه جنجل دوجي وللبسنا عليهم ما ينجدون أدو شابولا كادو ملائكة ما بول جنجل أدو ملائكة أبوني ملائكة وجهاتو جنجاني فقط جهاز ومدي كانوا هاشي يمدوك سينا أبو جهاز وجهاتو جنجاني وواجب الفورة قانون بوانا جيسي وللبطنا عليهم حيني فكرة نهزبا ما يلبسون إسوان إذن حكي ناجي وانت فيه فكرة وقال قدرة مولد نهزب بوانا وانما ملائكة جرمنا ملائكة وجهاتهم جنجية سورة ملائكة وشي أكيد كنتم ملائكة ما نشيه هولي نهبو نهبو فكان يقولون كنيا وسعادة قبضو تساعد وملائكة جنجية فكي ولقد جزتهم بها كنان قد مجيه برسولهم إرقالي من قبلك إدراكي أفتك أفتكوش في وجهة أوبك قجري سليم نجرى خصماني نجرى خأدعي جرابو نجرى أدري أفتك وتعشيد لك موسى قولي وانا كيف عايش بخير شيئين لي أفتك وهكذا الذين ظهروا أدين قبتي الذين ظهروا إثار وقت إثار وقت إثار إثار أمين يا رب العالمين.
الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون يقول كانوا هم تنجي ولن خسار الله انتهينا ولم يؤمنون هذا كيف يدرون تعالى وله ما سكن في الليل وكافت ما سكن في الليل ما سكن في الليل والنهار كان يكن في والنهار ويأتي أبدوانا كان يقول يا كان يقول هذا الصوت كان مباشر تاول وكما في من هذا كان يقول يقول وهو السميع العليم يخذ الوهم يقول كل غير الله هذا كان يجان خليج يقول مجرد جولا هم كمان يجيبون جلسا شكرا لنا سبونا لكن شوية قل غير الله إني وانقول سنتيني أتخذ وليا وتاجي وليا تاجي جبنا مقول تاجي إني وانقول سنتيني تاجر السماوات والأرض خدري لي تكش ماذا تجي سمي أركم شيء خسان جميل من واسر يوكر بطي بور سنواري في نيب خسارة أجيسم دمني قومي إذا كان عبادة تنسيجة وهو يدعمه إني أجد ولا يطعم إني أكل يبيني أمر أجد إجلاء دموان رضوان أبو قلت لي أمرته إن أمر مبين أن أكون أول من أسلم أنت ونمام ليس أبوها وتبك في مرمك أما تابي لي وأني شيء يسوه أنا إشين جلسة في كلا مرمت بيه أن أكثر أن تكون من المشركين شو قدران تيلا قل مرد أن إشين جلسة أن ما دروه التوحيد لديه قرآن الله قل إني أضاه إسمى لكي إن عزيت ربي يوم الله ومؤتر يكتر عذاب يوم عظيم عذاب الله سألك العظيم أستاذ حكي ويانا خيط عذاب عذاب ويانا شخيط عذاب بطالا خيط عذاب ما يصرف عنه أجل أجرف هم ذات المنين يوم عظيم ما يصرف نعمي لا يجعل نعمي يصرف يوم عظيم لا يجعل فقد رحمه وصار رحمه وليه نمر لما دوسان انسان قريتو اسان دا اولاد ازارو سان رد فمي اسان دا ديك ذلك الفوض المبين اوه ميكا مبتالك اذا زم دعنا الفمر دلوني ولم يمسك الله بجرين اوه تاس شكوهين ولا كاذب له فلا تكان تقول شاكي بشاكي ثاني إلا هو سمال ينهيره وإن يمسك بغيره يغاري سكيش يغاري سيفدي غاري تعرف كتشدي وهو على كل شيء قدير واتمرت والبيانا تنبيتي تانسيني غيري سيدي هم توسي كده إذا أقول شاكي غيره وهو القاهر نخمه وهو القاهر فوق عباده نتصر نخمه وهو الحكيم الغبير حياتي يقوم قمعت وأبقى ساخا الكثير أخي سادو بس قل أي شيء أكبر سعادة يبني واحدة فيك قلت لهم يا رغاتين الله إن رغاته تعقيد بالدربي رجاء بودا نبي تخبر الله نبي تنقر حد رجاء بودا رجاء مدعين قل الله الله غوثرجين غوثرجين لابسين أكاد ما ساتي ويجيبين بشرة ساتي غوثرجين وهو حيا إلي أجيبين غوثرجين هذا القرآن فاتوا لي أنذركم به أكاد سيكين ومن بلغ إجنيجي ومن بلغ نما كيسين كنسي إن قلوا ريسي أكون كان باقون تقولي مكة أكون يقصون الموجه إجنيجي كيسو لأكون حيثين سين أدوهي مباقي سين لبي مسيح فإنكم لتشهدون إجنيجي أن مع الله آلهة أخرى تبيتني قلت أودي ربما أقول يا جبتني قل لا
أنا مود مودي الرجاء مودي دين أولي سجد نبيتني بيتا كيف بدأت شيء ببي شيء جلو نمجو قل إنما هو إني برمان قني إله واحد وإنني بريء مما تدركون قل كل شيء وأنا شمو التمر قبل تفعلني كنت جيسو خقامتي جبن نوان سيدي مرتفيكي أنا ما تتنو دعوة وقاليتو موكا تقصه وقا فقصه أولا شيء انت يبقى دي مجال بغير مجال قولوا قولوا جيروا 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 قناة جل الدين الإسلام يقدم إليكم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ آدم تولا إيجاد آيان دين إسلام كان اسمي بريسو تفسير هيك القرآن كان شيخ آدم تولا ربين رحمة حقدوس